رئيسة بلدية موزايا والمير تاع موزايا ظن شكروه، كل واحد ساهم بخطوة عنده حسنة. شكون الدولة؟ الدولة شكروا الدولة بزاف بزاف. ورئيس تبون رانا معاك، رانا معاك، كاش حرب عيطنا كله، حرب رانا هنا، حرب كله عيطنا، تبعثنا تبعثنا الغزة رانا هنا. كنا في معاناة لا يرثى لها، درك الآن رانا فرحانين بزاف بزاف. نشكر شيخ الدائرة، نشكر رئيس البلدية، نشكر رئيس تبون. تحية الجزائر، تحية الجزائر. ٣٦ عائلة كانت عايشة في معاناة. نشكر السيد والي الولايه اللي عطاني الضوء الاخضر باش نبشروا في هذه العمليه. درنا عمليه احصاء واليوم عمليه الترحيل. صحتهم كاين 36 عائله ترحل الى البرنامج السكني المتواجد بالصفصاف. صحتهم كانوا عايشين منذ بدايه التسعينات، منذ العشريه السوداء، هما عايشين على 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 حافه الواد. والعمليه بدات اليوم، بشرنا العمليه اليوم، بعد يوم يعني عندنا عمليه واحده اخرى، عندنا في العشرين، وعندنا عمليه في 23 و25 وهلو مجرة. يعني حتى نكملوا كامل البناءات لهالشيء المتواجده عبر اقليم دائره موزايا. دونك العمليه راها متواصله طيله نهايه هذا الشهر، ونكملوها مع بدايه شهر جانفي. عندنا بلديه الشفه 314 بناء هش، وبلدية موزايا عندنا 165، بالإضافة هي أنتو 553 بناء هش. هادو كامل غادي يستافدوا من سكنات جديدة متواجدة عبر إقليم بلدية شفا، بالإضافة إلى قرية صفصف. اليوم عرس كبير في بلدية موزايا. نشكر كل السلطات اللي بذلت كاع المجهودات تاعها باش نرحلوا هذا الناس يلي راكم تشوفوا فيهم، راهم ساكنين على حافه الواد. الحمد لله كما يقول لك اللي نجمنا نوفوا بالعهد تاعنا، ورانا رحلناهم. شفعنا ميزيرية خلاص دوكا فرج علينا ربي، دوكا انا راح نرحلوا. الحمد لله يا ربي على كل تهناوا في الدنيا هذه. خاش كانوا من المدينه لهنايا، كانوا ساكنين في الواد الميزيرية الحبوبة، كي تشوفي تجي الحالة كاع كيفاش راهي الوضعية تاعهم، الغرسة هم التريسيتي هم الطريق هم كلش. الحمد لله ربي فرج عليهم، والعقوبة اللي مازالوا إن شاء الله.